مهرجان العالمين ما كانش بس حريص على تنظيم الفعاليات، لكن كمان كان حريص على أن المصريين يستمتعوا ببلدهم وجمال الفعاليات دي. قدمت إدارة المهرجان خدمات حاولت بيها أن هي تسهل حركة التنقلات على الزوار، وده من خلال تنظيم رحلات يومية لمهرجان العالمين. خلونا نشوف مع بعض التقرير ده ونرجع نكمل كلامنا. مساء الخير على حضراتكم. أولا بشكر السادة الإعلاميين والصحفيين على تشريفكم لينا في الحدث الجميل اللي احنا بنحتفي بيه دلوقتي. ثانيا، قبل أي فعالية لها علاقة بمهرجان العالمين الجديدة يجب أن نقف احتراما لهؤلاء الأبطال اللي حولوها من مدينة 21 مليون لغم إلى مدينة عظيمة تنبض بالحياة، ومدينة فيها فعاليات كثيرة جدا جدا. طبعا احنا دلوقتي داخل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، ومن ضمن الفعاليات بعض الفعاليات بتتم بالتنسيق مع الحكومة، وزي ما حضراتكم شفتوا الفعاليات في الأيام السابقة. النهاردة هنعلن عن شيء جديد باعتبار طبعا ممثلا عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. بشكر طبعا يعني برحب أولا بمعالي رئيس الهيئة ومعالي رؤساء الشركات، لأنه النهاردة احنا بنحتفل بخطوط سير جديدة لخدمة مهرجان العالمين وخدمة أهالينا هنا في العالمين الجديدة. خطوط السير بتبدأ من القاهرة ومن الأسكندرية إلى نقاط مختلفة في العالمين. بنحتفل أيضا عندنا نقاط شحن كهربائية موجودة لخدمة أهالينا في مهرجان العالمين. طبعا مهرجان العالمين الجديدة شركة متحدة للخدمات الإعلامية، وجميع الجهات الراعية والمنسقة واللي بنشتغل معاها ده ضمن محور مهم جدا من محاور بناء الإنسان، والمحور الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة كمان بنقول أتوبيس كهرباء، وده من ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 اللي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. برحب بكم جميعا يا فندم في مدينة العالمين الجديدة، الحاجة الجديدة والرائعة اللي أوجدتها مصر حاليا. إن شاء الله إحنا كوزارة نقل ممثلين لوزارة النقل بنستكمل اللي عملته المتحدة للإعلام في أن يظهر هذا المهرجان بالمظهر اللائق واللازم لكل من سيحضر أو يشاهد فيه. وزارة النقل خدت على عاتقها أن تكون مصر نظيفة بالنسبة لوسائل نقلها، واحدة واحدة إن شاء الله مع التنمية المستدامة 2030 و2050 بإذن الله نصل لهذا. إحنا حاليا موجودين عند حضراتكم، ودشن النهاردة أول خط سوبر جيت لشركة السوبر جيت التابعة لوزارة النقل من القاهرة إلى الأسكندرية. حاجة تانية إن إحنا معانا أوتوبيسات صديقة للبيئة بتستخدم الكهرباء في التحرك، وبالتالي بتساعد على أن تظل هذه المدينة فعلا مدينة نظيفة، مدينة مستدامة ما فيهاش أي تلوث، تساعد كل من يأتي فيها أنه يسترد ويبقى جو صحي تماما. الأوتوبيسات السوبر جيت أو الأوتوبيسات الكهربائية تتمتع بجميع الإمكانيات اللي تريح الراكب في استخدامه لهذه المواصلة. احنا هنا بالنسبة للسوبر جيت مجرد ما بيوصل المواطن إلى هذه المنطقة ممكن بيبقى عايز يتحرك، مش جاي يقضي يوم شاطئ فقط، فبالتالي بيبقى عايز يتحرك في أماكن أخرى. هذه الأوتوبيسات اللي خلفينا حاليا بتحركوا في مسار دائري مكون من 10 نقاط، أهمهم يمكن المنطقة الشاطئية اللي احنا فيها مسرح يو، وبعديه الشاطئ العام، ثم المسرح الروماني فاليو أرينا، ثم كمان بندور وناخد ونجيب ناس من مارينا 4 و5 و6 و7 لنصل للآي مول والنورث سكوير، ثم عودة إلى هنا مرة أخرى. هذه الخدمة هتوفر لأي حد موجود بيقضي يومه جاي يقضي يوم هنا إنه يتفرج على مدينة العالمين، اللي بيسمعه
وبيعتقد انه كلام، لا هيجي يشوفه ارض واقع ويشوف حقيقه مش خيال. فاحنا بنرحب بحضراتكم وبنقول ان وزاره النقل دائما بتسعى انها تقدم احسن خدمه للمواطن المصري بالتعاون مع كل الجهات، وعلى راسها حاليا طبعا في مهرجان العالمين المتحده للاعلام. احنا بنفتخر ان احنا متواجدين في هذا الحدث الثقافي التنموي. طبعا مدينة العالمين مدينة عالمية جديدة على ارض مصرية، فخر لكل المواطن المصري. احنا كشركة الاتحاد العربي السوبر جيت جالنا توجيه من وزارة النقل بالتعاون مع الشركة المتحدة، بنقوم خطوط من محطة عدلي منصور محطة التبادلية، مجهزين عربيات على اعلى مستوى، بنتحرك في معادين من القاهرة ومعادين من اسكندرية، معاد الصبح من القاهرة الساعة 7 صباحا، وده علشان يقضي المواطن أو الأسرة طول النهار ينوت ويجي يقعد على الشاطئ العام، يجي يشوف الأنشطة الثقافية والترفيهية، الشركات اللي عاملة معارض يقعد معها، ويرجع الساعة 8 آخر النهار بنفس الأوتوبيس. المعاد التاني بيطلع الساعة 4 عصرا وبيرجع الساعة 2 صباحا، ده علشان الناس اللي عايزة تحضر الحفلة المسائية. الخط التاني موجود من اسكندرية من محطة سيدي جابر، وده نفس الموضوع، بيطلع الساعة 8 صباحا من سيدي جابر ويطلع 8 مساء من هنا يرجع لمكانه تاني. ومن الساعة 4 الظهر أو العصر لحد الساعة 2 صباحا يرجع برضو لنفس المكان بتاعه. دي كلها خدمة بتقدمها وزارة النقل للمهرجان العالمين اللي هو بيستمر لمدة شهر، وده زي ما قلت لسيادتكم حدث ثقافي فني مهم جدا بيعمل كل سنة. التنقل الآمن والمريح والاقتصادي يلزم بنية تحتية آمنة ومريحة واقتصادية. لو رجعنا بالزمن لورا قبل 2010، الحالة الإنشائية والوظيفية لطريق قرى اسكندرية الصحراء وطريق وادي النطرون العالمين ما كناش نقدر نخطط رحلة يومية للمواطن المصري إن هو يقصد مدينة العالمين العالمية الجديدة. الطريق قرى اسكندرية الصحراء وتم فصل حركة الشاحنات عن باقي المركبات وقللت معدلات الحوادث بنسب لا تقل عن 38%. طريق وادي النطرون العالمين تم تطويره، طريق الساحل تم تطويره، بعد كده ان يبقى فيه موبيليتي اكثر امانا مع بنية تحتية امنة. مدينة العالمين انا بتوقع ان هو بذوق نجم جديد في السياحة العالمية، اضافة الى اصول الدولة السياحية زي مدينة شرم الشيخ والغردقة، وان شاء الله تكون بداية ان الساحل الشمالي يكون مقصدا سياحيا عالميا، ان احنا نستهدف 30 مليون سائح ان شاء الله، وهو ده اللي هيحقق حصيلة دولارية، وتنوع الحصيلة الدولارية بيساعد في النمو الاقتصادي للدولة. بنشكر جدا معالي الفريق كامل وزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة على هذا التعاون. وحقيقي هو التعاون مش في الملف ده، هو التعاون في ملفات كثيرة جدا جدا، وعنده تعاون كبير مع المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو في النهاية تعاون مثمر في صالح هذا الوطن العظيم. تعالوا مع بعض نخوض التجربة ونركب مع بعض الأوتوبيس. لازم نقول نقطة مهمة وهي ان السيد الفريق كامل الوزير خد على عاتقه، يمكن كان مؤتمر النقل الاخير في اخر سنة 23 كان عنوانه توطين صناعة السيارات في مصر. صحيح. وبالتالي كل منتجاتنا اللي موجود معانا اللي بنركبها حاليا هي صناعة مصرية خالصة. الاتوبيس اللي احنا فيه زي ما قلت لحضراتكم هو بيسع حوالي 36 راكب جروس و 34 راكب وقوف. المنطقة اللي قدامنا دي منطقة زاوي الهمم اللي هي أهم منطقة عندنا في الأوتوبيس واللي بنحرص عليها أنها تكون موجودة. الرامب بتاعها موجود لدى الباب، السائق مدرب على هذا. قدام حضرتك زي ما أنت شايف كده أن في شاشتين داخل الأوتوبيس.
الأتوبيس بيحقق للراكب الرفاهية في رحلته وآدميته في رحلته. وبالتالي بيمشي كم كيلو بقى الشحنه بتاعته؟ بيمشي لحد 350 كيلو بالشحنه بتاعته. طبعا تواجد اللي ساعد ان احنا ننفذ الامر فورا بالتعاون مع المتحده هو وجود الشواحن اللي سبقت وجودنا، وبالتالي اول ما وصلنا فعلا رجعنا عملنا ريتشارج للاتوبيسات فورا وشحننا الاتوبيسات وهي جاهزه باذن الله للتدشين اعتبارا من باكر. احنا خرجنا دلوقتي من المنطقه الشاطئيه اللي هي هتبقى التيرمينال بتاع التحرك. احنا الخط بتاعنا خط دائري، ما هواش يعني ذهاب وعوده، هو خط دائري. بدايته هتبقى المنطقة الشاطئية، دي أول محطة له 10 محطات. المحطة القادمة له هي مسرح يو، وجنبها إن شاء الله منطقة الشاطئ العام اللي موجود للجمهور، ثم هنتجه لباقي المناطق وإحنا مع حضراتكم. إحنا طبعا يعني بنستكمل منظومة على بعضها، مش حاجة واحدة، إحنا مش حاجة واحدة، إحنا منظومة متكاملة. لو هنقول إن اللي زي ما أشار سيادة السيد رئيس شركة السوبر جيت سيادة اللواء حسن، وقال إن هو المحطة التبادلية عدل منصور فيها التقاء جميع أنواع المواصلات، وبالتالي المواطن مستخدم مواصلات صديقة للبيئة مباشرة، واخد المترو، واخد الـ LRT، نزل هنا في مدينة العالمين، ركب الأتوبيس الكهرباء. فلو قلنا نستخدم 4 مواصلات عشان يصل للعالمين، واحدة منهم بس اللي فيها وقود احفوري، فدي تبقى نسبه يعني نسبة جميله. نتمنى ان كل مصر تبقى كده يا رب. ان شاء الله باذن الله.